هالو، جوتن تاج، في جيتس. يا جماعة، الظروف اللي احنا بنمر بيها دي ما مرناش بيها قبل كده، ان انت كل الحياة العامة تقريبا متوقفة، ان انت قاعد في البيت، سواء كنت تشتغل، سواء كنت تدرس، بتروح مدرسة، بتروح جامعة، احنا كلنا قاعدين في البيت وبنحاول ان احنا نتعايش مع الموقف. في الكويت حتى المسجد قفلوه، فالحمد لله رب العالمين. يعني دي اجراءات احترازية لازم نعملها، وربنا يبعد عنا وعن السامعين اي خطر، اي مرض، اي ابتلاء. انا عايز اقولك، لو انت دلوقتي شايف ان انت محتاج قاعدة معينة، درس معين، حاجة معينة، اكتبها لي في تعليق او ابعت لي المنهج بتاعك، ابعت لي صورة كده بي دي اف او صورة، وانا ان شاء الله هشرحه لك من عينيا. ماشي، ما تعتل الهم. اشكرك واشوفك ان شاء الله فيديو جديد. تشيي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 ي